ووضعت النقاط على الحروف وفاز العماني، فمبروك للأحمر. ونحن وصلنا إلى نهاية المطاف وحان وقت الرحيل. يقال لا تنظر خلفك، كيف لا ننظر خلفنا ونحن الذين قضينا أياما من العمل لأجل أن تكون هذه البطولة الخليجية ناجحة؟ كيف لا ننظر خلفنا ونحن نودع عمان، بلد الضيافة والثقافة والرياضة؟ نحن الذين عايشنا كل هذه المواضيع في ضحوانيتنا، عرفنا بلدا جميلا